كاين التلاعب في التذاكر اللي ديك الناس بينا والطرانسبور ما كاينش الوقت محدد والطريقه كيقولوا الساعه كيقول لك هو ماشي هو ماشي هذا المشكل اللي كاين. وكيف الاقتضاد عندنا في هذه الايام الاخرانيه بزاف ديال البشر كنضطروا حنا نعيطوا للكرام على برا يجيو يساعدونا كيبقى عندك دابا كتخدم مع الناس كبيره كتخدم معاهم كلاس ما كيجي الكارطه الوحده حتى الوحده ونص عندنا اتفاقيه معاهم الوحدين كيما هنايا مع الطرف كيكونوا ماشيين كيبقى اقتضاد كيتعرفوا الكرام كيبقى بزاف مشاكل هي من الاخر اللي كيكون عندنا هذا المشكل هذا بالنسبه للناس تسولوا باش نجلس باش نمشي هاد الامور شي عاديه ديال الحياه بالنسبه للعسكريه كيتزاد واحد 30 مليار كيجي ضروري هاد الزاد انا نقول لك انا كيجي من الدار البيضاء حتى لطنجه خاوي باش يهز الناس باش يهز الطريبه اللي كيدي هذه كتزاد واحد الطريبه باش كيتساعدوا الله كيتعدى وكيتسلوا على عيب الله الإجراءات المتخذة في مثل هذه المناسبات إدارة المحطة كتستدعي جميع المتدخلين العاملين في البلدان من وزارة النقل من أمن وطني من سلطات ولاية من جماعة وكنشرعوا بطبيعة الحال كنأخذ الإجراءات اللي كتسبق هذه العملية بحيث أن احنا كنوعيو المهنيين بضرورة استخدام حافلات لتعزيز الخطوط حافلات في المستوى المطلوب كذلك كنحاولوا ما أمكن معهم أن زيادة الأثمنة ما تكونش بشكل يرهق القدره الشرائيه للمواطنين بالنسبه للاجراءات الاخرى مثلا من المراقبه الطرقيه كتعزز داخل المحطه الطرقيه خلال هذه وكتقوم بالفحص التقني لجميع الحافلات اللي كتطرق المدينه طنجه سواء الحافلات اللي عندها نقطه العبور مدينه طنجه او الحافلات المستخدمه من مدن اخرى. حنا عندنا الفوضى في هذه المحطه كاينه الزياده على المواطن كاينه الناس ما خدامش كبير وكتلف عباد الله هنايا محطه سمراء علينا لا حول ولا قوة إلا بالله. 130 درهم المكنسة صامي ب50 درهم 60 درهم فاش هو شنو تزيدوا لي دخل عندهم الداخل شوف ما عندهم المواطن يمشي بحال وعيد أصلا راه مكرسنا علينا الداخل ادخل كمل داخل السلام عليكم.